أنا هنا يعني مش هنسى أقول لكم إن إحنا بنقابل تحديات كتير، لكن ما خوفتناش وما أحبطتناش. يعني هديكم مثال، إحنا بنزيد تقريبا 2.5 مليون كل سنة، يعني لو يعني حالة الوفيات اللي موجودة حوالي 500,000، يعني حوالي 2 مليون، 2 مليون إنسان وإنسانة. يعني دول عشان نديهم أسرة، لكل مليون بنقول 2000 سرير، مش كده؟ يعني الاتنين مليون عايزين 4000 سرير، يكلفونا حوالي تقريبا 2.5 مليار دولار. يبقى أنا محتاج فقط إن أنا أضيف أسرة أربعة بحوالي 2.5 مليار دولار كل سنة. لإيه؟ للصحة. ده خوفنا؟ لا. ما قلنا إن مواردنا محدودة؟ لا. هنفضل نشتغل؟ أيوه. هنفضل نتحدى التحدي؟ أيوه. لغاية لما نتغلب عليها إن شاء الله. فأنا في المبادرات اللي إحنا أطلقناها فيما يخص استهداف أمراض بعينها، عشان ما يبقاش إذا كنا مش قادرين نعمل كل شيء فنعمل الأجزاء منه، إحنا عندنا تجربة. ده اللي بقوله لأشقائنا اللي موجودين معانا، لينا تجربة في كل قطاع، لينا تجربة في كل قطاع. أنا سمعت نائب رئيس زيمبابوي بيتكلم عن المية، وأنا هنا فرصة أن أنا أشقائي في أفريقيا يسمعوني. شوفوا، إحنا حصة مصر من المية 55 مليار متر. الحصة دي لم تتغير على مدار السنين بالكامل، من أيام مصر ما كانت يعني 3-4 مليون، وحتى الآن. هل إحنا دخلنا في صراع مع أشقائنا عشان نزود الحصة دي؟ لا، إنما اشتغلنا على إن إحنا نعظم من مواردنا. وما فيش نقطة مية، وأنا مش مبالغ في الكلام ده، ومش بقوله هنا عشان يعني مش لأسباب سياسية، ده أنا بقوله هنا عشان أقول إن التحدي هو فرصة. التحدي رغم أنه تحدي، اوعى تعتبره يعني عائق لك أو لنا أو لدولنا، لا، التحدي فرصة للتغلب عليه. عملنا برامج لمعالجة المياه، معالجة ثلاثية متطورة. أنا عايز أقول لكم إن البرامج اللي اتعملت في مصر في هذا المجال عشان نخلي الإنسان المصري في كل مصر ياخد مية طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، أدي واحد. ثم إن إحنا نستفيد بالنقطة دي بالمية اللي موجودة دي بأكبر قدر ممكن، إحنا هنكون تقريبا من أول أو تاني دولة في العالم تعظم وتستفيد من معالجات وتحلية المياه لصالح شعبها. إذن التحدي، أنا بس عشان كان كل الكلام بيتكلموا على أن أفريقيا، لا، أفريقيا قادرة، أفريقيا قادرة. وإذا كان في تحدي إحنا قادرين معا بإخلاص أن إحنا نتجاوزه. يبقى شيء، إيه هو التحدي اللي بيعجز الدول؟ أنا بقول يمكن الدول المتقدمة ما تاخدش بالها أو من الكلام دوت، لكن أنا بقوله عشان أسجله هنا. ولما أنا قلت إن الاستقرار والأمن حق من حقوق الإنسان، كتير من الناس ما استوعبتش الكلمة وقالوا يعني إزاي يعني؟ قلت لهم لأن أنا النهاردة اللي أنتوا بتتكلموا عنه في كتير من دولنا الأفريقية وحتى بما فيهم مصر، لو ما فيش استقرار وأمن في البلاد، محدش أبدا من الشركات دي هيبقى مستعد يعمل استثمار، يجي يعمل استثمار، يعمل شركة في بلد والاستثمارات دي تدمر أو تخرب. ده كلام مش هيحصل، مش هتتعمل بنية أساسية للبلاد دي من أصله، وهتفضل البلاد تخش في دايرة من الأزمات اللي هي تنتهي، والشعوب تفضل تعاني من ذلك. فأنا بقول أول خطوة بقولها لكل من بيسمعني، أول خطوة في بناء التنمية الحقيقية هو الاستقرار والأمن. إن عدم، فرص النجاح بتبقى يعني محدودة جداً.